شايفين الذكر اللحم ده، ده بتاع اللي هو القص اللي هو كان بيكسر البيض، اللي هو نتايته هنا دي ان انا بنزل الذكر وبرجعه ساعتين ثلاثة أربعة، وقت ما بطلع أكل بحط الذكر وانزل النتاية، ما بسيبهمش الاتنين مع بعض. بس شوف الذكر دلوقتي اتعود على الحكاية دي، بسم الله ما شاء الله، بيستناني اهو. شوف ازاي عايز ان انا ادخله، عايز نفتح له ادخله اهو، افتح له بس كده اهو، بسم الله ما شاء الله. شوف راح على البيض بتاعه على طول، زي ما يكون بتقول له انت كنت فين، الحمد لله على السلامة اهو، بسم الله ما شاء الله. اه شوف كأنه ما كانش بيشرب ولا بياكل وهو بره يا جماعة. هو موضوع فيديو النهاردة، لو انت مربي حمام في سلكات وفي حمام تاني عندك سايب نفس الشكل، انا عندي برضو حمام تاني اهو، لكن ده حمام شباب او شغال حتى، فلنفرض نزل فرد من الحمام ده او حمام ده معاه زغاليل، انت بتفتح الباب اتحشل فوق كده، الباب ما نزلش تاني، نسيته نزل فرد، نزل الاتنين، اتلخبط في الحمام ده. انا هقولك دلوقتي تعرف تطلع الفرد ده ازاي من وسط الحمام ده، وهتعرفه ازاي لو حتى انت مبتدئ ما بتعرفش خالص في الحمام، زي حالاتي كده ما تعرفش ايه اللي شغال وايه اللي مش شغال والحمام كله شبه بعضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم، ازيكم وحشونا، عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. الذكر رقد على البيض والنتاية هي اللي قامت اهو، خلاص يبقى كده ما عادش المعركة اللي كنا بنشوفها اللي هما بسببها بيكسروا من البيض. تعال ننزل دي اول، وده الذكر لوحده، انا بطلع بالليل كمان كده ارجع النتاية وانزل الذكر في الارض تاني. طيب شوف بقى انا سبت اهو الحمام دول، والله انا ماني معلمهم مش عارفهم، وهنا افتح كمان لدول، فتحت ثلاثة هم فوق بعض، ان يخرج اكتر من قص من الحمام ده، اللي يخرج يخرج. هذا واحد نزل اهو، وده نزل من السلكة من جوه، ده طبعا هنبص عليه كده، ده انتهيته محصية اهو ما شاء الله، حصة امبارح اول حصوية، وما هم ثلاث زغليل. انا اخرج لك فرد من دول، خرج الذكر ده، خرجت كمان ذكر من هنا، وعايزين نخرج كمان فرد من هنا عشان يبقى قدامنا التجربة عملي. هنشوف هنا اهو الحمام بدأ يلعب، بيلعب في الارض، انا والله ما كنت عارف مين نازل منين، وده ما كنتش عارف ده بتاع فين وده بتاع فين، حتى هنا فيه كمان اهو، تعال نشوف ده، حتى هنا في ذكر دخل، طبعا هنا الذكر اللي كان خرج، في هنا ذكر دخل اهو، بس هل هو ابو الزغاليل دي ولا مش ابوهم؟ هنعرف دلوقتي مع بعض. هتعرف من ايه؟ الزغاليل بدات تهاجمه، الزغاليل نفسها عارفه ابوها، مش هو ده مش ابونا. طيب لو هو الزغاليل ما فيش زغاليل كده، لو في بيض او في زغاليل صغيره مش هتعرف حاجه، يبقى انت كده هتعرضه على النتايه. طب هتقول لي الاثنين دخلوا خرجوا من الاثنين، يبقى هتعمل ايه؟ لو الاثنين خرجوا خلاص ما تشوفش، سيب دول للاخر، تبدا باللي هو فاضل نتايه راقده زي كده على حصى، تدخل لها ذكر، هتشوف الذكر، لو ضربت الذكر اللي دخل يبقى مش الذكر بتاعها، تتاكد اكيد ان هو مش هو، لحد ما تلاقي الذكر ده اللي هو دخل للرائد على البيض، سواء ذكر او نتايه اللي خرج، تدخله على اللي رائد على البيض او اللي رائد على الزغاليل. اذا ما ضربتوش او ما ضربوش بعض خلاص تعرف ان هو بتاعها. هطلع لها الذكر دلوقتي، هي راقده فوق اهو، هطلع لها الذكر ونشوف هتعمل معاه ايه. هنستنى كده لما يقرب عليها، تعال نشوف اللي فوقه كده، هنا في تقريبا برضو النتايه، والله ما اعرف ذكرها ان هو، هجيب لها اي ذكر ونشوف ونجرب اهو النتايه، وهنا برضو فيه نتايه برضو ما اعرفش ذكرها، ومعها زغاليل دي، ناخد الذكر ده، النتي الشبابات دي زافت عليها، النتي دي ما شاء الله محتاجة كورة، بس لسه تلمعوا على الذكر ده، هو ذكر حلاوة صحيح يتحب. هندخله السلكة دي ونشوف هو ولا مش هو، نطلعه للنتاية فوق عشان يصطدمهم ونشوف هيبقى هيعملوا ايه. خد دي، هي ولا مش هي؟ شايف المنظر؟ عايزة تخرج، مش هي طبعا، دي حمامة من اللي هو سايب، والتاني راح اهو عشان يضربها، مش هي ابدا، مش مكانها، هننزلها
يبقى دي من الحمام الشباب اللي هو في الارض. ده تايه ومش عارف في المكان. زي ما قلت لك انا اعرف كده برضو نسكنهم تاني في مكانهم في سلكته. طيب هنمسك بقى الذكر جربه هنا كده. خلاص طلع ان النتايه والنتايه استقبلته. ايه ده بتضربه؟ شفت يا جماعه المعركه دي؟ يبقى مش ده ذكرها. خلاص عرفنا ان ده مش ذكرها، بتضربه. خلاص اهو قال انت شايف المعركه، النتايه اول ما شافته ضربته كده مش ذكرها، يبقى احنا نشيله بسرعه. يبقى الذكر ده بتاع النتايه دي. خلاص كده اهو حطه هنا، نفتح دي. حطت لها الذكر اللي هو كان عامل المعركه تحت. خلاص يبقى ده ذكرها. هنشوف ده اللي بيبص كده يا جماعه، شوف بيبص على السلاكه، انت تراقب اهو. شوف ده جاي يعمل ازاي، ده بيبص على السلاكه مش عارف يخش، مش عارف طريق الباب. هو بيبص على السلاكه حتى لو مش هي، حتى لو مش مكانه، بس هو كان في السلاكه فبيدور على زغليله او على بيضه، تعرف ان هو بيدور على العيله بتاعته انتهت. ايه ده؟ شوف شوف هنا بقى، ده مش بتاع هنا، انا حطيته وقلت ده بتاعها مش بتاعها، ضربوا بعض، ده مش بتاعها. خلاص اهو اهم حاجه انك تراقب. هنشيله بسرعه. ده بتاع هنا، وده واحد كمان داخل مزاجل يتطفل ياكل من اكلهم. طب اما اقفل عليهم كده برضو ونشوف. طب اللي فوق دول خلاص، واللي تحت ده خلاص، ده الذكر اللي كان جوه والنتاية اللي بره. مش بتاعت، مش مكانها النتاية دي، مش مكانها يا جماعة. هنا واحدة ايه شكلها، شكلها من يعني ايه دي اللي محتارة، وشكلها مش متعودة على الثعبان. شوف خايفة ازاي، فمش متعودة انها تتساب في الارض، متربية في سلاكة. واضح ان هي دي متربية في سلاكة، ليه مش متعودة، حتى مش عارفة تهرب مني. مسكتها بكل سهولة ازاي، اجربها كده واحطها هنا اهو. هنشوف هتعمل ايه. واضح ان هي هادية في المكان، ما بتعملش اي مشاكل، تبقى هي النتاية دي. طيب بقى عندي الوقت ذكر زيادة فوق، مين فيهم الذكر الحقيقي ومين الذكر اللي مش حقيقي؟ عندي هنا واحد واقف في الطاجن وواحد تاني بره الطاجن والنتاية تحت كده، انا اطمنت للنتاية دي، لكن فين بقى الذكر؟ الطاجن فيه بيضة، النتاية بتضربني، النتاية بتضربني، يبقى هي دي النتاية، هطلعها للبيض. يا جماعة طلعتها للبيض بتاعها، ان شاء الله راحت للبيضة، يبقى النتاية دي خلاص، النتاية دي هي بتاعة البيضة. ده مين بقى في دول زيادة؟ ذكر من دول زيادة، خد منهم ذكر واجربه في المكان اللي فوق. ده اللي خايف وبيجري، يبقى ده مش بمكان، نسيبه هنا فوق للنتاية دي. شوف هيعمل هنا ايه. ده برضو، شوف ده برضو مش مكانه، النتاية بدأت هنا ايه تضربه. تعال ناخد الذكر ده، يبقى ده بتاع تحت. حطيت الذكر ده مكانه تحت اهو، نشوفه برضو يعمل ايه. النتاية بتضربه برضو، مش هو ده، اتضرب علقة، ضرب علقة محترمة. شايف ده بيتضرب، بيتضرب يعني. لا 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 لا، مش مكانك، مش مكانك، تعال تعال يا جميل. دي ضربت الذكر اللي هو معاها. طب ندخل لها ده نشوف هتعمل معاه ايه. ايه الاخبار؟ خلاص ما عملتش معاه حاجه. هنراقب، نقفل عليهم بقى الباب. اللي فوق دول اطمنا عليهم، دول لسه انا مش متاكد منهم برضو، شاكك فيهم. ده فرداني في الارض ماشي لوحده، تحس ان هو بيدور اهو، عايز يدخل سلاكه. تعال ندخله هنا كده ونجرب. بتضربه، ده بتضربه، مش هو، مش هو، تعال.
بتضربه برضو بتضربه. مش هو انا غلطان، مش هو يا جماعة. ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ تكون دي اللي مش هي، تكون دي اللي مش مكانها اصلا. برضو هنا انا غلطان، ده مش بتاعها. تحس ان ده الفرد ده برضو شوف عايز يخرج ازاي. سيبك من انه ذكر وانتهى، حتى لو انت متعرفش الذكر والانتهى، بص عليه عايز يخرج اهو، شوف محتار جوه وعايز يخرج. لو انت حتى ما بتعرفش الذكر من النتاية، بص على حركاته عايز يخرج، مش مكانه، ده مش مكانه. اعرف ان ده مش مكانه اللي عايز يخرج ده، قاعد محتار اهو خايف، مش مكانه. هنجرب بقى، انا مسكت واحد تاني اهو كمان، هنحط ده. ناخد ده، مش مكانه. كده ده بيعمل ايه؟ مكانه كده ولا ايه؟ ما شاء الله واقف يزوم اهو. وده رجع اهو يا جماعه ياكل زغليله، اطمنا ده رجع ياكل زغليله. الذكر ده بسم الله ما شاء الله بياكل زغليله، والنتايه اهي كانت راقده على البيضه، رجعت برضو تاكل مع الزغليل. تحس ان العيله اتلم شملها خلاص. الذكر ده اتاكدنا منهم مليون المية ان ده ذكر ابو الزغليل، ودي النتايه بتاعته اللي هي محصيه الحصوه فوق، ما ضربتش الذكر خلاص. طيب لسه عايزين نتاكد بقى من دول برضو. انا والله كنت متلخبط فعلا حقيقي، انا مش معلمهم، ان كانت علامات فعلمتهم وانا بجوزهم من بدري يعني، لكن العلامات راحت وما عدتش عارفهم. طيب نبص على اللي فوق دول، هم معهم الزغاليل اهي، بسم الله ما شاء الله، برضو ثلاث زغاليل. تعرفين ان انا بحضن ثلاثات، هم معهم الزغاليل وده واقفين في سلام وامان خلاص تمام اهم. وده كمان اهو، هنطلعه برضو فوق عشان نتأكد. خليهم مع بعض كده هنشوف بيعملوا ايه. اه ما شاء الله زي فينا هم، ذكرها مليون المية. يبقى احنا كده دي الطريقة اللي انت هتقدر تعرف بيها لو حمامة وقعت منك من السلاكة تعرف ترجعها ازاي. كده خلصنا موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.